السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلقة اللي هي عبارة عن هدية نعودكم على الهدايا ديال ديدو صمدي. هذا النهار غادي نقدم لكم حلقة ديال اصنع بنفسك مضاد سموم وغسول كلوي للحفاظ على الأرانب من الأمراض. إذا كل مربي عنده الأرانب يعني كتموت له فجأة، يعني خلينا من الأمراض اللي حنايا معودين عليها في الأرانب ديالنا، الأمراض اللي يعني واحد الموت كي الله يستر كيحدث فجأة وما كيعرفش مولاه السبب. كاينين واحد الأمراض اللي هي عبارة عن سموم في المعدة، وهاد السموم كتكون في الكبدة، والدواء ديالها يعني ان شاء الله اللي غادي نقدمه هو رخيص في الثمن كما كتشوفوا معايا المواد اللي راني حاط قدامي سمو هي راكم عرفتوها بلا شك، هو رخيص في الثمن، ولان الصيدليات البيطريه ما كيجيبوش نظرا يعني الارانب يعني باقي عاد هاد المهنه عاد كتظاهر في المغرب، ما كيجيبوش هاد مضاد السموم. انا قلبت عليه ما كاينش مضاد ديال السموم بتاتا عند البيطاري. كتقول له عطيني مضاد ديال السموم، كيقول لك ما عنديش مضاد سموم اللي هو خاص بالارانب. كاينين مضاد سموم اللي خاص بحيوانات اخرى، ولكن كاين مضاد سموم ديال اللي خاص بالارانب راه ما كيجيبوش. اذا هاد الدواء كما قلت لكم راه اقتصادي، بلا ما نطول عليكم، هاد الدواء هو عباره عن الخل. ممكن انكم تستعملوا هذا، انا ما كنديرش اشهار لهذه الماركه هذه. شحال من واحد كيقول لي راك انت كدير الاشهار، ما غاديش ندير الاشهار. كاينه هذه الماركه هذه اللي هي الخل ديال التفاح، كاين الماركه العاديه هذه كدير 7 دراهم يعني يمكن فيها شي نص سيترو، كاين ماركه اخرى اللي عاديه حنا كنقولوا الخل العادي يعني ما جبتهاش، ولكن اللي كدير 4 دراهم ونص القرعه الكبيره. كاين عاوتاني بيكربونات الصوديوم، هاد البكية هادي راه هي الكبيرة، هانتوما كيما كتشوفوا كتكون بيكربونات الصوديوم، راه حنا هضرنا عليها في حلقات أخرى، كتكون يعني كنستعملوها للانتفاخات، هادي راه ميكرا كتكون عامرة، هادي راني غير مبقاليش بزاف، كنستعملوها للانتفاخات ديال الأرانب، وكذلك الإنسان ممكن أنه يستعملها، يعني راه بيكربونات الصوديوم دايرة بحال الشكل ديال الملح، كنديروها لهم مع الماء وكيتفشوا. من يعني الانتفاخات. اما موضوعنا لهذا النهار بيكربونات الصوديوم بكيه كبيره كدير يعني 6 دراهم، 6 دراهم على 7 دراهم هاد يعني الخل ديال التفاح او الخل العادي اللي كيدير 4 دراهم ونص، بيناتهم ما مكملاش 13 درهم ولا 10 دراهم. يعني الا جينا نحسبوها كاين 6 دراهم هذه الباكيه الكبيره، وكاين الباكيه الصغيره كدير 4 دراهم. يعني حنا نمشيو الارخص، كاين 4 دراهم وكاين الخل ب 4 دراهم ونص، يعني 8 دراهم ونص بيناتهم. يعني وعندك يعني غسول كلوي ومضاد سموم يعني هائل. كتبقى غير الطريقه اللي غادي نوريكم ان شاء الله باش يعني يعني الكميات، يعني كنهضروا على الكميات. اذا هاد الخل، وكاين عندنا يعني بيكربونات الصوديوم. اولا نهضروا على الخل. الخل ممكن انكم ديروه يعني في الطاسات، يعني الناس اللي كيستعملوا الطاسات، والناس اللي كيستعملوا عاوتاني الحلامات. كاين اللي كيستعمل الطاسات بالنسبه للارانب يكبلوهم في الماء في الطاسات، وكاين اللي كيستعمل يعني الخزان كيدير واحد 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 10 يطرو ولا، وكيدير لهم الحلامات. كاين كيكونوا التيويات وكيستعمل الحلامات. يعني هذا الخل هذا اشنو كيدير؟ كيطهر هذوك التيويات. يعني ممكن ان الخزان ديال الماء يبان لكم نقي، ولكن مع المده هذوك التيويات كيبقاو يعني مسخين او فيهم الكالكير. كونوا متاكدين ان الخل غير بوحدو ممكن انكم ديروا قطرات، راه كيطهر، هو مطهر يعني
دوك التيويات والقنوات ديال لا 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 يعني اللي كيكون فيهم الكالكير واللي كيكون فيهم لا لا يعني الاوسخ اللي كيتجمع فيهم الاوسخ يعني ذاك الرواسب الرواسب اللي كيتجمعوا تمايا الخل راه مطهر يعني جد جد فعال. كاين يعني الكالكير اللي هضرنا عليه وكاينه حتى البكتيريا يعني هو بمثابه مطهر يعني بالنسبه للمياه اللي ممكن انني نقدموها للارانب. اما المفاجاه ديالنا ديال هذا النهار وهو الطريقه الى مشينا تخلطناه مع البيكربونات الصوديوم يعني وغادي نقدموه يعني الارانب ديالنا. سمو كيوقع ان الا مشاو تشربوا منه كيولي كيطهر لهم الامعاء ديالهم وكيحميهم من الامراض اللي ممكن تجيهم مفاجئه يعني يعني السموم وهو كيغسل الكلوه يعني مع المده الا مشى داك الشيء داك الرواسب بقات كتجمع في الكلوه واحد النهار صافي يعني كيولي الارنب كيموت موت فجائي. يعني هاد القضيه هذه اننا ممكن نعطيهم هاد الغسول الكلوي ويحميهم من هاد الامراض. الطريقه وهي كالتالي يعني سر الخلطه هما مكونين هانتوما كتشوفوهم قدامكم كاين الخل العادي وكاين البيكربونات الصوديوم. اسمو غادي ديروا كاين غادي تصنعوا واحد المحلول اللي هو عبارة عن غادي تضيفوا يعني ملعقة ديال ربع ملعقة ديال بيكربونات الصوديوم غادي تزيدوها مع لتر ديال الماء اللي مخلط معاه يعني ملعقة ديال الخل يعني سمو الخلطة ملعقة ديال الخل غادي ديروها في طرو ديال الماء وغادي تزيدو معاها ربع ملعقة ديال البيكربونات الصوديوم. هادشي تعطيهم لمدة 4 أيام كونوا متأكدين أن هاد المحلول هذا راه غادي يفيهم من جميع الأمراض. وكاين وخصكم تعرفوا ان هاد المضاد يعني عفوا مضاد السموم راه كاين كيتباع في الفرماسيانات كيتباع هو مركز يعني هاد الخلطه اللي عطيتكم انا راه مخففه غير هما كيديروه مركز وكيزيدوا عليه بعض المواد الكيميائيه. تخيلوا ان الليتر ديالو كيدير 200 درهم يعني واحد السيد قال لي نجيبو لك السير كوموند وانايا سولته شحال الثمن ديالي كيدير 200 درهم ولكن هذه الخلطه هذه راه هي الدواء اللي غادي تعطيه لهم ب 200 درهم راه هو هذا انتم يعني كتشوفوه يعني بارخص الاثمنه. اذا هذا الغسول الكلوي خلاصه القول ملعقه كبيره فليتر ديال الماء مع ربع ملعقه ديال البيكربونات الصوديوم تخلطوهم لهم وتعطيهم لهم مباشره. هادشي ماشي تخلط مع الماء هاد المحلول هذا ماشي تخلط مع الماء لا يتعطى مباشره ملعقه لتر ديال الماء وربع ملعقه ديال بيكربونات الصوديوم يتخلط المحلول جيدا وتبقى تعطيهم لهم لمده 4 أيام غسول كلوي يعني 100% وبلا ما تشريو هاد مضاد السموم راه هذا كيتعتبر مضاد سموم. هاد الخلطه راه هي اللي كتعطى في مضاد السموم يعني الاصلي بطريقه مركزه اما نتوما غتعطيوه بطريقه مخففه. حنا المهم عندنا هو النتيجه. اذا هاد الحلقه انا كنعتبرها هديه لان راها مجربه ومجربه. حاولوا انكم ديروها يعني كل شهر
خليوا هذاك الخل عندكم، هذاك البيكربونات الصوديوم راه كميه كبيره يعني غادي تكفيكم بزاف ديال 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 الشهور، لان الخل راه كيكون فيه تقريبا نصف لتر، نتوما غتبقى تعطيهم غي ملعقه منه، غادي ديروها مع لتر ديال الماء، وبيكربونات الصوديوم راه كتكون بزاف كيعطيو كميه كبيره، كذلك غادي ديروا ربع ملعقه يعني غير الراس ديال المعلقه، غادي ديروه مع ديك الليتر ديال 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 الماء اللي مخلط معاه الملعقه ديال 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 الخل، وبقاو تعطيوهم لمده 4 ايام صافي وقطعوا، عاوتاني الشهر الجاي عاوتاني يعطيوه لهم. هذا الشيء راه راه را يعني خصكم تجربوه، عاد غادي تجاوبوني في لي كومونتير ان شاء الله، وما يكون غير الخير. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، حلقه جميله غاديه بالدعم ديالكم، ما تنساوناش بزير الجام وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.